أهلا أهلا بحضراتكم. طيب، وعودة مرة تانية للحديث عن فلسطين المحتلة وما يحدث في قطاع غزة من مجازر، مستجدات الوضع، الضربات اللي بيوجهها الاحتلال والقصف المستمر دون هوادة ودون أي رحمة على القطاع، ضربا في الشمال والوسط وصولا حتى الجنوب. الحديث والخطاب بتاع بنيامين نتنياهو حول استكمال العملية البرية، وده رغم التحذيرات المستمرة وأبرزها التحذير المصري من اتساع دائرة الصراع. وزي ما كنت بقولك، البحر الأحمر النهاردة كان في عملية. خلينا ناخد معانا على تليفون الأستاذة نور عودة، الكاتبة السياسية من رام الله. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذ يوسف، وشكرا على الاستضافة. إحنا اللي بنشكرك. يعني كيف ترى الأستاذة نور الأوضاع الحالية في غزة، خاصة وأنه بنيامين نتنياهو لديه إصرار شديد على إخلاء القطاع من السكان؟ يعني أنا أتفق تماما مع هذا التقييم. هذه الحكومة الإسرائيلية مصرة على استخدام جريمة الإبادة الجماعية لتحقيق التهجير لكامل السكان في قطاع غزة ولتصفية القضية الفلسطينية. هم يتحدثون ليس فقط عن تهجير السكان وعن قضم الأراضي في قطاع غزة، وإنما حتى عن إعادة تثقيف وإعادة برمجة العقلية الفلسطينية حتى تكون خانعة وخاضعة وقابلة بالاحتلال وداعمة له. وبالتالي هم لا يستهدفون فقط قطاع غزة، وإنما يستهدفون كل الشعب الفلسطيني، ونرى ذلك ونرى تجليات ذلك أيضا في الضفة الغربية. الآن التركيز قتلا وتشريدا وتجويعا في قطاع غزة، ولكن ذات العقلية تحكم المنظومة الاستعمارية في الضفة الغربية، وهي يعني لن تتوقف عند الإبادة في غزة. طب أستاذة نور، تشوفي أنه أو في تقديرك ما الذي يجب أن يكون من تحركات إقليمية أولا على الساحة الدولية، وأيضا إذا كنا نتوقع تحركات دولية من الأوروبيين أو الأمريكان لوقف هذا القصف الوحشي؟ يعني شوف، السياسة للأسف ليست مرتبطة بالأخلاق والأخلاقيات، وأوضحت وكشفت لأنها أيضا ليست مرتبطة بالقانون الدولي الذي يتم إعادة صياغته تماما من خلال كل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون حسيب أو رقيب. هناك حسابات مصالح، وأنا برأيي إنه الدول العربية والدول الإسلامية تمتلك ما يكفي من الأوراق لتغيير هذه المعادلة، ولي يعني ممارسة الضغط يكفي لوقف العدوان. الآن العالم وهذه العواصم الوازنة الغربية يعني بتبيعنا كلام حتى نطمئن إنه هي يعني ما زالت قادرة على الحديث بما ينسجم مع القانون، ولكنها تشارك وتساند إسرائيل في هذا العدوان. بريطانيا اليوم أعلنت أنها سترسل طائرات تجسس متقدمة فوق سماء قطاع غزة لمساعدة إسرائيل في عدوانها، وهذا اعتراف من البريطانيين بالمشاركة في الحرب. إسرائيل بالسلاح والعتاد والقنابل المهولة لم يتوقف. فيجب أن يكون هناك حديث مرتبط بالمصالح، ونحن يعني هذا الإقليم ليس نكرة، الدول العربية تمتلك ما يكفي حتى تقول لواشنطن وللندن ولغيرها من العواصم كفى. طيب، يعني أنا أشوف أنه هناك مظاهرات كبيرة داخل عواصم القرار، برلين، لندن، باريس، واشنطن وولايات أمريكية أخرى، ولكن لا أرى أن هناك حراكا حقيقيا من الحكومات أو الأنظمة. نيجي نسأل على العرب أو الدول العربية والدول الإسلامية، زي ما ذكرتي أستاذة نور لديها الكثير من الأوراق. خلينا صراحة نتحدث عن تلك الأوراق الضاغطة وتحديدا الفاعل منها على الواقع والأرض.
يعني شوف الضغط الشعبي الموجود في العواصم الغربية والمدن الأمريكية والولايات يعني لا يجب أن نستهين به، هو مهم جدا وقد ساهم في تصحيح بعض المواقف في بعض الدول، وقد ساهم في دفع دول مثل بلجيكا وإسبانيا وغيرها إلى إيرلندا لتبني مواقف متقدمة. ولكن في حديثنا عن موضوع المصالح هناك الكثير، هناك علاقات تجارية وعلاقات سياسية ومصالح مرتبطة بهذه المنطقة يعني الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. إحنا مش عم نحكي عن مواقف فيها رعونة ومواقف فيها يعني مواجهة يعني تضع مصالح الشعوب العربية والإسلامية في خطر، ولكن نحن نتحدث عن أهمية وجود حوار رزين وهادئ وصلب يقول أن عبادة الشعب الفلسطيني خط أحمر ولن نقبل باستمرارها، وكل ما يقال من كلام فارغ حقيقة غير مقبول. يعني مش معقول منشوف هذا الانفصام، يخرج علينا المسؤولون الأمريكيون يتحدثون أنه لا إسرائيل المرة هاي حتدير بالها حتقتل الفلسطينية بشويش، مش بالمئات ممكن بالعشرات، وبطلع الناطقين الكاذبين لدولة الاحتلال يعني بتنسجوا القصص الخيالية في هذا السياق، ولكن يعني الصورة لا تكذب، الحقيقة والواقع على الأرض لا يمكن تكذيبه، وما يحدث هو تجويع وقتل بالجملة وممنهج وله هدف استراتيجي بالنسبة لإسرائيل يجب مواجهته بشكل استراتيجي. يعني إذا كان هناك هجوم عسكري إسرائيلي يفترض أن يكون هناك هجوم مضاد سياسي ينطلق من المنطقة العربية، ولكن يجيب معاه باقي الدول اللي إلها مصالح حيوية عندنا. يعني إحنا لا يجب أن نقبل أن نكون مفعول به، لأنه اليوم غزة ولكن بكرة هذا المر الذي نشربه الآن في فلسطين سيشربه غيرنا إذا قبل العالم بأن تمر كل هذه الجرائم دون حساب ودون مواجهة. بتشوف يا أستاذة نور أنه إلى أي مدى استطاع بنيامين نتنياهو أن يحقق أهدافه في القطاع؟ يعني شوف لا يمكن لأي قوة ولأي جيش مهما كان يعني مجرما أن يهزم شعبا، ولكن عشان كمان ما يعني يتفسر كلامي بإني أنا أتحدث عن أساطير، من يسكن القطاع هم يعني دمنا ولحمنا، وهؤلاء بشر لديهم مشاعر وقد تحملوا ما لا يتحمله بشر، وقد صمدوا وصبروا أمام يعني ما يمكن أن يهد الهبال. لن ينتصر، لن تنتصر إسرائيل ولن ينتصر نتنياهو على الشعب الفلسطيني، ولكنه في الأثناء هو يدمر ويسحق كل مقومات الحياة في قطاع غزة، وهذا آثاره ليست فقط في من يقتل اليوم وفي الحجر الذي يدمره اليوم، ولكن آثاره استراتيجية. نحن نتحدث عن 2.3 مليون فلسطيني، نصفهم من الأطفال، فتخيل معي عزيزي أن هذا الجيل اليوم الذي يروع ويقتل وتقطع أطرافه، يعني ما شو نوع التفكير وشو نوع الصدمة وشو نوع الغضب الذي سيكون في داخله وهو يكبر بعد هذه الفاجعة. صحيح. لن ينتصر، لا يمكن لنتنياهو أن ينتصر، ولكن هذا لا يعني أن هذا الشعب يعني مخلوقات خارقة ويمكن أن تتصدى لكل هذه الحمم ولكل هذا الدمار وحدها. يعني ما حدث حتى الآن من صموده فعلا وحقيقة أسطوري، ولا أقول ذلك لأني فلسطينية، ولكن لأنه فعلا لا يتحمل بشر ما يتحمل الآن شعبنا في قطاع غزة، ولكن هذا لا يكفي. يعني الصمود لا يكفي، نحن نريد أن نعيش بحرية واستقلال، لا أن يعني نقتل على طريق
هذا النضال، هذه السيرة النضالية الطويلة والمشرفة للفلسطينيين. هذا لا يكفي، لا يكفي أن نصمد، ولا يكفي أن نكون على يقين بأن الحرية حتمية وبأن هزيمة هذا المشروع الاستعماري حتمية. يجب أن نمنع استمرار هذه الإبادة. طيب أستاذة نور، يمكن حضرتك استخدمتي مصطلح عظيم، نريد أن نعيش، وفي نفس الوقت هذا الاحتلال يعني يشعل حرب إبادة. الاحتلال الحقيقة مش بس بيستخدم الآلة العسكرية، حضرتك أدرى مني، الاحتلال بيستخدم سياسة التجويع والتعطيش طبعا. لأجل قتل هذا الشعب وهذه الأمة يعني، وهو بالضبط بينتهك تقريبا نفس الطرق اللي انتهجها المحتل الأبيض في أمريكا في وقت اكتشاف العالم الجديد. الإمراض يعني صحيح. الوضع الصحي في غزة بينذر بكوارث وبائية، الوضع المعيشي صحيح. بينذر بكارثة مجاعة، ينذر بكارثة عطش، لا يوجد ماء صالح للشرب. فهو بيستخدم كافة الأساليب. أنا خوفي أنه هذه الأساليب تنجح، ومنتهى العجب لدرجة أنه الإنسان يفجع أنه يرى العالم يشاهد ده على الهوى مباشرة ويقف صامتا. صحيح صحيح. ولذلك مش لازم يكون تعويلنا هو على أخلاق هذا العالم بكل صراحة يعني، وعلى أخلاق هذه الدول، لأنها أثبتت أنه عندها ازدواجية معايير، وأنه عقلية الرجل الأبيض الاستعماري يعني ما زالت تسكن ثنايا دوائر صنع القرار في هذه العواصم. علينا أن نتحدث معهم بلغة المصالح. هذا التجويع والتعطيش والبطش والإبادة هدفها التهجير، وهذا التهجير خطر ليس فقط على القضية الفلسطينية وإنما على الأمن القومي العربي. وقبول كل هذا والسماح لإسرائيل بارتكاب كل هذا يهدد الأمن والسلم في العالم كله، لأنه لن يقف هذا الإجرام على مشاعر في غزة فقط. صحيح. وفي كل أزمة وفي كل حالة صراع مسلح بعد ذلك وفي كل حرب بعد غزة، بغض النظر عن الأطراف، سيكون ما فعلته إسرائيل هو العنوان. العالم سمح لها بذلك، وبالتالي لنا أن نفعل ما نشاء، وهذا يهدد مصالح الجميع. صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذة نور عودة، الكاتبة السياسية المعروفة من رام الله فلسطين المحتل. الاحتلال لا زال يضرب غزة حتى هذه اللحظة. مش بس كده، ده الاحتلال بدأ يضرب كمان في بلدات وقرى من جنوب لبنان. حزب الله بيقول نحن نعلن استهداف مواقع بمزارع شبعة. إذن أرجع وأقولك، وتتسع دائرة الصراع يوما بعد يوم. حزب الله دخل على الخط، يمكن كان داخل في 50 يوم، أقدر أصفها أنها دخول على شيء من الاستحياء. أما على جهة أخرى فكان أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي أيضا تدخلوا في هذا الصراع عن طريق البحر الأحمر وقبالة السواحل الإريترية أو ما بين اليمن وإريتريا في البحر الأحمر.